مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ملعب الأبطال، وأكيد بتتابعوا فيه كل الأخبار من خلال مشاركات نجومنا في كل الملاعب والرياضات. ودايما شعرنا أن الملاعب كتير والأبطال أكتر وبكتير، والحقيقة على مدار الشهور اللي فاتت أحداث كتيرة جدا على مستوى الرياضة، سواء على المستوى الفني من مشاركة منتخباتنا الوطنية في بطولات عالمية وعلى المستوى الإفريقي أيضا، وكمان على المستوى الإداري من حيث استضافة مصر لعدد كبير جدا من البطولات العالمية. امبارح تم إسدال الستار على بطولتين كبار جدا العالم كله تقريبا كان بيتابعهم من خلال قنوات اون تايم سبورتس، وهم الدوري العالمي للكاراتيه وبطولة العالم للدراجات المضمار. الحقيقة بطولتين اتنظموا بشكل محترف جدا جدا علشان يبقوا حلقتين جداد الحمد لله في مسلسل استضافة مصر للبطولات العالمية الكبرى، واللي بتضم لاعبين وأجهزة فنية وإدارية من كل أنحاء العالم. قبل أيام من النهاردة ومش من كتير كانت بتقام كمان دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، واللي طبعا كلنا عارفين الظروف اللي كانت محاطة بها هذه الدورة الاستثنائية، وكمان بعد الدورة كنا بنتابع أصدقها. من المؤكد كانت حمل كبير على دولة كبيرة زي اليابان اللي كانت في انتظار استضافة هذه الدورة الأولمبية، فبالتالي ممكن ما كانتش انتهت بأفضل شكل من حيث بعض اللاعبين اللي أشاروا أن كانت المشاركة صعبة، كان في مخاوف كبيرة، مش دي شكل الدورة اللي كانوا يتمنوا يشاركوا فيها، ومتفهمين جدا مدى الصعوبات اللي كانت بتواجه الإدارة أن هي تكون كلجنة أولمبية دولية بتنظم دورة أولمبية في هذا الحجم والعدد الكبير من البعثات في توقيت صعب جدا بيمر بيه العالم كله. ولكن لما نبص على السكيل عندنا بقى وندي كل واحد حقه، هنلاقي ان احنا كمان استضفنا بطولات في وقت صعب، وان ما فيش لاعب او لاعبه من متابعتنا لاصداء استضافتنا لهذه البطولات حد اشتكى. كان الشكل عظيم جدا، معظم الادارات الفنيه والاداريين واللاعبين كانوا بيعودوا الى بلادهم وهم في قمه السعاده، والاشاده كانت بتبقى عظيمه. المرافقين كمان للبعثات المختلفة كان كلهم بيدوا انطباع عظيم لبلادهم من خلال تصريحات عظيمة. قبلها كمان كان في بطولة العالم لكرة اليد، واللي احنا لحد امبارح شايفين ازاي دايما في اشارة ان دي كانت من بداية البطولات وبداية حلقات استضافة مصر لحدث دولي كبير في توقيت صعب، من بعد شفنا اجندات دولية بيتم استئنافها بسبب ان مصر ادت يعني صافرة بداية احداث استضافة بطولات دولية. ده معناه كبير جدا، احنا عارفين يعني ايه تنظيم اكتر من بطولة في اكتر من رياضة، ويجي لك كل الناس دي من كل بلاد العالم، وفعلا ما حدش الحمد لله بيشتكي، بل بالعكس بنشوف شكر واضح جدا من رؤساء الاتحادات الدولية، من اللاعبين، من الاطقم للتدريب، الاداريين، المديرين الفنيين، كل الناس دي بتثني بشكل كبير جدا عن امكانيات مصر في تنظيم البطولات وبالكريتيريا العالمية طبيا واداريا. مصر فعلا بقت وان شاء الله هتفضل قد الدنيا باخلاص كل الناس اللي بيتم اسنادهم مهمه في توقيت صعب، الكل قادر يكون فاهم مسؤوليه ان انت حاطط على اكتافك اسم مصر. تحيا مصر دايما بكل اللغات من العالم كله، دي اكتر حاجه بتسعدنا وشعار عمرنا ما نحب نبطل نسمعه. تحيا مصر دايما بسواعد ولادها اللي خلوها بتتنافس في البنيه التحتيه الرياضيه مع دول كتير جدا كنا زمان شايفينها لا ده بعيد، ده صعب ان احنا يكون عندنا هذا كم من الملاعب وهذه الطرق العظيمة اللي بتوصل اللاعبين والبعثات من المطار إلى أوتيلات الإقامة، من أوتيلات الإقامة إلى ملاعب التدريبات ومن غيرها إلى ملاعب استضافة البطولات. ففعلا شكر واجب وشكر ضروري لكل من تحمل المسؤولية وطلع قدها وتقبل التحدي، لأنه لما قلنا أن احنا حابين نكون بناخد الليد في النقطة دي في التوقيت ده كتير أشار أن ده تحدي صعب، بل ممكن يكون مستحيل ان احنا نكون بنقبل تحدي بهذه الصعوبات في التوقيت ده اللي الكثير من الدول الأوروبية تخلت عنه وتخلي احنا قادرين نستوعبه. يعني منطقي ان البعض يكون مش قادر يتحمل الضغوط بتاعة استضافة بطولة دولية في هذا التوقيت الصعب، فبالتالي لما بنقول شكرا هي كلمة واجبة علينا. مصر فعلا اصبحت موجودة على خريطة افضل الدول اللي بتستضيف بطولات دولية،
لما نشوف اتحادات دولية كبيرة في رياضات مختلفة ما بتخافش ان هي تكون بتسند مصر استضافة بطولاتها الدولية العالمية. دي حاجة احنا لازم نقف عندها ونبني من عليها. انا عن نفسي واثقة جدا ان احنا ان شاء الله مش هنقف لحد هنا، وعارفة ان اي بطولة كبيرة هتكون على ارض البلد دي هتبقى ناجحة وهتطلع باحلى شكل ممكن، عشان احنا قد التحدي دايما. والارشيف بقى بتاعنا دلوقتي عظيم، مليان، حافل، من 2018 لحد امبارح بنقول احنا مين؟ احنا مصريين موجودين في المجالات المختلفة، وبيجي في مقدمتها المجال الرياضي من حيث التنظيم، احنا قدرنا نثبت نفسنا بيه بشكل جدير جدا. كمان بنعتقد ان كل البطولات دي وكل الاحداث دي بتقول ان مصر على الطريق علشان كمان تكون بتستضيف اهم واكبر الاحداث الرياضيه العالميه، وطموحاتنا بقت اكبر، وكمان بقت الامكانيات عندنا كبيره. مدينه اولمبيه بنتكلم عليها، وليه لا ما نكونش نستضيف دوره الالعاب الاولمبيه في وقت ما، نهائيات كاس العالم، احنا نقدر وعندنا الامكانيات الكبيره وعندنا الطموح اللي احنا شغالين بيه. يعني مش عايزين نقف عند ايه اللي بقى عندنا، بالعكس القيادة السياسية قادرة على توفير كل الامكانيات في زمن قصير جدا وباحدث التقنيات العالمية. وده تحدي شفناه في اكتر من حدث رياضي تم اسناد المهمة لمصر في توقيت صعب، كانت شورت نوتس، وبالعكس قدرنا ان احنا نكون موجودين وعلى قدر الحدث ونوفر كل الامكانيات اللي كل الرياضيين هيكونوا في حاجة اليها. اللي جاي إن شاء الله هيكون بيشهد ازدهار أكبر لمصر في عالم استضافة البطولات الدولية، دائما قادرين على تحقيق كل ما لقب بالمستحيل. ان شاء الله هيكون معانا النهارده في الفقره الحواريه الكابتن محمد ابراهيم المدير الفني لمنتخب مصر للدرجات، وحبيبه عليوه لاعبه منتخب مصر للدرجات، وده طبعا بعد ختام بطوله العالم للناشئين والناشئات اللي اقيمت في مصر، وحديث كبير عن هذه البطوله وكمان عن مضمار الدرجات اللي بقى الاول من نوعه في الوطن العربي، واللي ان شاء الله يكون بيفرق كتير كمان مع الرياضه دي. ممكن شكل المضمار تم الاشاره اليه ان احنا كمصريين مش متعودين عليه، بس كونه يكون موجود على ارض الوطن واللاعبين يكونوا قادرين يتمرنوا عليه بشكل افضل، ده كمان ممكن على اللونج ران يكون بيحسن مستوانا في البطولات الدوليه. ولكن على الصعيد الاداري وعلى الصعيد التنظيمي مصر نجحت وخدت العلامه الكامله من خلال استضافتها لهذه البطوله في هذا التوقيت، الاشاده كبيره جدا. كان بيتم طبعا نقل مجريات المنافسات لحضراتكم من خلال قنوات اون تايم سبورتس، وطبعا دي لقطات للمنافسه اللي كنا بنتابعها على مدار الأيام السابقة. النقل كان بيتم الإشادة بيه بشكل كبير على التقنية الإخراجية والمشاهد العظيمة اللي كنا بنشوفها من إمكانيات مصر من خلق حاجة لأول مرة موجودة في الوطن العربي على المستوى الرياضي. دي النقاط اللي احنا بنتكلم فيها، لو ما حدش قادر يكون مستوعب مدى قيمة ان احنا يكون عندنا في كل رياضة المكان المخصص ليها على اعلى مستوى، اعلى مستوى ده اللي هو ايه؟ اللي هو يتم استضافة فيها بطولة العالم. ده حاجة امكانية عظيمة جدا لازم نفضل نشيد بيها ولازم نبني عليها لكل الاحداث القادمة. لما بنتكلم ان احنا اصبح عندنا صالة مميزة مثلا لاستضافة الرياضات زي الباسكت والهاندبول والكرة الطايرة، بنتكلم ان احنا عايزين صاله واثنين وثلاثه علشان نستضيف المونديال، وده فعلا اللي حصل بالفعل، واصبح عندنا اكتر من صاله ممكن ان احنا نكون قادرين نوفر هنا استضافه اكتر من رياضه. ده اللي احنا بنحاول نعمله من رياده على المستوى الافريقي، مش بنتكلم على مستوى منطقه الشرق الاوسط بس، بنتكلم على المستوى القاري ان مصر تكون هي صاحبه الرياده من خلال بنيه تحتيه عظيمه في رياضات كتيره. ده حاجه
سباقة بنعيشها وبنعاصرها، ولازم نكون فخورين بيها ولازم نكون مقدرين مدى الجهد اللي تم بذله لاستضافة هذه البطولات الدولية. فيعني بنبارك طبعا لكل الأشخاص اللي اجتهدوا لنقل صورة حضارية مميزة جدا جدا وسرعة كبيرة ان احنا نكون بنعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت في اكتر من رياضة. دي ممكن تكون من ابرز النقاط اللي احنا لازم نكون بنثني عليها، ان احنا بقينا شغالين لسه مخلصين بطولة رماية، بعد كده بنبص على بطولة جمباز، بعد كده في بطولات زي الكاراتيه الشيش، بعد كده عندك كمان بطولات مختلفة في نفس التوقيت تقريبا، بنتكلم في اسابيع قليله بتكون بتفصل ما بينهم. فعندك مجهود كبير بيتم يعني بذله من قبل المسؤولين علشان يكونوا بيدوا لكل بطوله حقها، وبيدوا لكل اتحاد التركيز المطلوب علشان يكونوا قادرين يوفروا لهم كل الامكانيات الخاصه بيها. فيعني بنشكر طبعا كل المسؤولين ان هم قدروا يجتهدوا خلال الشهور اللي فاتت اللي بيتم تصنيفها هي الاصعب على مستوى العالم كله اقتصاديا صحيا وعلى كل الأصعدة. فإحنا الحمد لله بنعمل مجهود كبير جدا وإن شاء الله نفضل مستمرين عليه. زي ما قلت لحضراتكم طبعا ضيوفنا النهاردة، وأما سؤال حلقتنا متعلق بالبطولة الإفريقية اللي هيكون بيشارك فيها إن شاء الله منتخبنا الأول للكرة الطايرة في رواندا. السؤال بنطرحه على حضراتكم من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر. السؤال على رأسها أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام، هل تؤثر الغيابات على منتخب الكرة الطايرة في البطولة الإفريقية؟ ده سؤال طبعا طرحينه على حضراتكم، وبعض التفاعلات بتكون بتجيلنا وبنحب نكون بننقلها معاكم. أول تفاعل من السيد محمد هيبة، أكيد هيأثروا ولكن المنتخب بيمتلك اللاعبين المميزين جدا، قادرين إن شاء الله منتخب يفوز بالبطولة الإفريقية. شاكر محمد، أكيد هيأثروا ولكن المنتخب يمتلك اللاعبين المميزين جدا. محمد نصر، أكيد المنتخب هيتأثر بغياب هذا الثنائي. حسين، أكيد لعيب كبير زي أحمد هيأثر كتير. أشرف، هشام أكيد أسطورتين صعب جدا تعوضهم. وهنا بقى بتيجي النقطة الفارقة واللي دايما بنشير إليها واللي الحمد لله متوفرة في منتخب زي كرة اليد، إن في التحام واضح ما بين الأجيال وبعضها، ولكن في بعض الرياضات الأخرى الجماعية للأسف غياب نجم أو نجمين بتحس إن المنتخب نفسه تأثر ومستواه الفني وشكله على مستوى المنافسات ما بقاش حاضر زي بوجود اللاعبين. ودي نقطة دايما بنشير إليها بشكل إيجابي مع اليد وبشكل سلبي مع بعض الرياضات الأخرى، ليه مش دايما بيتم تصدير نجوم يكملوا الأجيال سريعا وما يحصلش جابس ما بين الأجيال. أكيد هنكون بنتابع منتخبنا الأول للكرة الطايرة عن قرب، وإن شاء الله يكون الكابتن محمد اللقاني عنده الاختيارات والبدائل اللي تقدر تكون بتحافظ على شكل مصر في الكرة الطايرة ونحافظ على الريادة المصرية على المستوى الإفريقي. ودلوقتي نتعرف مع حضراتكم على عناوين الأخبار في حلقتنا النهاردة. الأهلي والزمالك في معسكر مغلق استعدادا للسوبر الإفريقي لكرة اليد.
طاقم تحكيم تونسي للقاء السوبر الإفريقي لليد بين الزمالك والأهلي. فوز الأهلي على مصر للتأمين في بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة. منتخب كرة الطائرة بينهي استعداداته لخوض البطولة الإفريقية. بعثة مصر المشاركة في بارالمبيكس طوكيو تصل القاهرة. البعثات المشاركة في الدوري العالمي للكاراتيه تغادر مصر. المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للدراجات تشيد بالتنظيم المصري. الاتحاد الإفريقي للتنس يسند تنظيم بطولتي إفريقيا للناشئين لمصر. وأخيرا نتائج مميزة لمنتخب تنس الطاولة في البطولة الإفريقية. دي كانت عناوين أخبارنا، وبكل تأكيد هنروح لتفاصيلها، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا تكرموا دائما بالبقاء معنا. أهلا بحضراتكم من مشاهدينا، وخلونا نبدأ جولتنا الإخبارية مع أخبار الرياضات الجماعية. حلوة قوي، يا سلام عليك يا ولد، اسست حلو قوي من صاحبي. يجي مرة تانية زيزو من الجناح الشمال. باك شمال يدخل هانسن. يا ولد يسجل الامريكي. روح على زين، شوف الكره بين الخائمين. واستاذك يسجل روبن. شوف الكره دودو يونسان. بيتصدر المشهد في التوقيت الحالي مباراة قمة جديدة على مستوى كرة اليد ما بين القطبين المصريين للرياضة المصرية، الأهلي والزمالك والزمالك والأهلي، وهي مباراة على بطولة. وخلونا كده نبدأ جولتنا الإخبارية فيما يخص أخبار هذه المباراة. الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي دخل معسكره التدريبي بالفعل استعدادا لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد، واللي هتقام يوم الجمعة اللي جاية على صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر. الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده الكابتن طارق محروس كان ادى الفريق راحه يومين بعد العوده من البطوله الافريقيه للانديه ابطال الكؤوس، واللي قدر النادي الاهلي في حصد لقبها لصالحه بعد التغلب على وداد سماره المغربي في المباراه النهائيه. الاهلي هيفقد جهود محسن رمضان في المباراه بسبب الاصابه اللي تعرض ليها اللاعب خلال المشاركه في البطوله الافريقيه. اما الاهلي كمان فقدر يبرم صفقة قوية بعد التعاقد مع اللاعب الكوبي أنخيل هرنانديز لتدعيم صفوفه قبل المباراة المرتقبة ما بين القطبين. المباراة إن شاء الله تذاع على شاشة أون تايم سبورتس في تغطية خاصة، وإن شاء الله تكون مشاهدة طيبة لكل متابعي ومحبي كرة اليد المصرية. أما بقى عن نادي الزمالك وأخباره، فهيكون بيدخل معسكره المغلق بكرة استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد. الزمالك أقام معسكر إعدادي سابق للفريق خلال الأيام اللي فاتت بقيادة المدير الفني للفريق الإسباني أوليفر روي، واللي بيتطلع أكيد لحصد أول ألقابه في لقائه الرسمي الأول مع الفريق الأبيض. الزمالك كان أبرم 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الحالية استعدادا للموسم الجديد، وهو كريم هنداوي حارس المنتخب الوطني طبعا، وسيف الدرع ومحمد البسيوني. بنأمل إن شاء الله نشوف مباراة وكالعادة بترتقي لتطلعات كل محبي كرة اليد المصرية، ونستمتع أكيد بمشاهدة طيبة في مباراة على بطولة وفي انطلاقة الموسم بالنسبة للفريقين الكبار، واللي أكيد الكل هيكون داخلها لتحقيق اللقب، ومفيش حاجة يعني تكون أفضل من بداية موسم جديد وإنت قادر تكون بتاخد لقب مهم على المستوى الإفريقي. يطمن كمان جماهيرك إن الموسم القادم إنت داخل فيه
بافضل شكل وافضل فورمه ممكنه لحصد البطوله المحليه كمان. اما عن الاتحاد الافريقي لكره اليد واللي اعلن عن طاقم التحكيم اللي هيكون بيدير مباراه كاس السوبر الافريقي ما بين الزمالك والاهلي يوم الجمعه اللي جايه على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر. طاقم التحكيم اللي هيدير اللقاء هيكون تونسي ومكون من الثنائي سمير مخلوف وسمير كريشان. وعلشان برضه نكون بنقرب اكتر، الكابتن عاصم السعداني عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد بينضم الينا. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذ. مساء الخير، اهلا بحضرتك وان شاء الله تكون مباراه موفقه وباذن الله يعني نشوف فيها على المستوى الفني والتكتيكي من قبل المديرين الفنيين لقاء يرتقي طبعا باسم السوبر الافريقي وباسم الفريقين الكبار. بالظبط كده، هي الحقيقه فرصه كويسه جدا جدا، او فرصه من الفرص الفريده ان يبقى نهائي السوبر الافريقي فريقين من مصر، والحقيقه هي مصر تستحق هذا بحكم ما وصلت اليه من مستوى في البطولات الاخيره، ويعني تاريخ مصر في كره اليد تاريخ كبير، فده تتويج لتاريخ مصر ان يبقى السوبر المصري السوبر الافريقي المؤهل لبطوله العالم للانديه او سوبر جلوب يبقى ما بين ناديين كبار زي الاهلي والزمالك، ويبقى على ارض وصاله الدكتور حسن مصطفى الرئيس التاريخي لاتحاد كره اليد العالمي. بكل تاكيد ان شاء الله. كمان ممكن حضرتك تقول لنا بقى اخر الترتيبات والاستعدادات من قبل الاتحاد لمباراه السوبر الافريقي لكره اليد. هو احنا يعني المباراه ده المفروض ان هي ملك للاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي ادانا شرف التنظيم بتاع المباراه، فاحنا سريعا جدا جدا لان طبعا كان الوقت قصير، حضرتك عارفه ان المباراه ده كانت ما بين نادي الزمالك ونادي الافريقي التونسي بالزبط. النجم الساحلي التونسي ولظروف خاصه النجم الساحلي التونسي اعتذر، فبقى الرانر اب او المرشح هو النادي الاهلي، فكانت المباراه هتقام في المغرب، فالاتحاد الافريقي اعطى حق التنظيم بتاعها لمصر، فاحنا كوننا لجنه تنظيم صغيره كده مكونه من مدير الاتحاد ومدير تنفيذي الاتحاد والسيد امين الصندوق واحد اعضاء مجلس الاداره، وقاموا بالاجتماع بالاتحاد الافريقي وتنظيم الجدول بتاع المباراه والبروتوكول بتاع المباراه، وان شاء الله ان شاء الله تبقى حاجه تليق باسم مصر وتليق بكره اليد المصريه. ان شاء الله 40 فرد لكل فريق هو العدد المسموح في الجماهير ولا هيتم النظر اليه باي شكل ما يا دكتور؟ هو احنا حته الحضور الجماهيري احنا الحقيقه كاتحاد احنا يعني احنا جزء منها مش احنا المقرر النهائي ليها، فاحنا اللي قرر ال 40 فرد لكل فريق. حضرتك عارفه طبعا لظروف الكورونا والظروف الحاليه، فطبعا ده هيبقى يعني التمثيل لكل او التمثيل للجمهور هيبقى اعضاء مجلس الاداره، وبالاضافه طبعا لاعضاء مجلس اداره الاتحاد وبعض الضيوف من الافارقه والضيوف الكبار في مصر. طيب يعني دايما التحكيم بيكون من اهم النقاط اللي بيقال بعض الحديث، برضه تقييم حضرتك ورؤيتك الفنيه لاختيار الطاقم التحكيم التونسي. تونس برضه من الدول الكبيره جدا في كره اليد او من الدول المنافسه دايما لكره اليد، وفيها كوادر من الحكام وفيها كوادر من الاداريين واللاعبين، تونس دوله كبيره في كره اليد. طبيعي جدا ان يبقى فيه او بيدير المباراه كمان من حسن الطالع يعني ان يبقى النهائي مصري وبتحكيم عربي او مصري عربي وبتحكيم عربي، فاحنا كلنا ثقه في التحكيم الافريقي والتحكيم التونسي، وان شاء الله ان شاء الله يعني يبقى على المستوى والفرقتين كمان يبقوا على المستوى. طيب يعني بنتكلم في موسم متوقع هيكون بدايته من المفترض بشكل مختلف جدا من حيث التنسيق بقى لشكل المسابقه المحليه، فحضرتك منتظر ايه؟ لان احنا كان الدكتور نبيل خشبه كان في ضيافتي من ايام قليله وكان بيتكلم بحماس كبير عن الكرايتيريا القادمه من حيث تقسيم الانديه 18 نادي على مجموعات، فحابه برضه اخد وجهه نظر حضرتك وتطلعك الى اي مدى هتستفيد الانديه الاقل قوة فنية من الشكل الجديد للمسابقة المحلية في كرة اليد. احنا المسابقة السنة دي شوية فيها شوية اختلافات عن المسابقات في السنين الماضية،
وان شاء الله ده يبقى بدايه لانتظام المسابقه وشكل المسابقه والترتيب والاهداف بتاعتها. احنا السنه دي اعطينا الفرصه لكل الانديه ال 18 نادي ان هم يبقى ليهم المشاركه من اول يوم، يبقى ليهم الفرص من اول يوم وحتى اخر يوم، وده النظام اللي بتضمنه المسابقه الموسم ده. صحيح في هيبقى في تصنيف لست انديه من المرحله الاولى. و دكتور عاصم، انما ال 12 نادي والست انديه عندهم فرصه اخرى في دوري السوبر وعندهم فرصه اخرى في الكاس، فالمنافسه موجوده من اول يوم لغايه اخر يوم. ده بالاضافه طبعا للارتباط ما بين مواليد 2002 و2004، فاحنا قللنا الحجم بتاع الارتباط شويه عشان ندي فرصه للفريق الاول بشكل اكبر. انما شكل المسابقه السنه دي هيبقى سكونه من اول يوم لغايه اخر يوم، وكل مباراه زي ما بيقولوا بتساوي نقاط، كل مباراه بتفرق اذا كان في نص المسابقه او في المرحله الاولى من المسابقه او المرحله الثانيه من المسابقه او المرحله الثالثه من المسابقه او الكأس السوبر. إن شاء الله نتابع مباراة تليق بسمعة كرة اليد المصرية اللي أصبحت بتلمع في سماء خريطة أفضل المنتخبات العالمية بإذن الله. سوبر إفريقي موفق للفريقين، بنتمنى مشاهدة طيبة أكيد لكل المشاهدين، وإن شاء الله تكونوا كمان راضيين عن السيزن القادم على المستوى المحلي وإدارتكم أكيد للتوقيت الحالي للاتحاد المصري لكرة اليد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور عاصم السعد داني عضو في اللجنه المؤقته اللي بتدير شؤون الاتحاد المصري لكره اليد، نورتنا وموفقين باذن الله في الخطوات القادمه، ونتمنى اكيد التوفيق للفريقين الكبار ومشاهده طيبه اكيد لكل متابعينا على شاشه اون تايم سبورتس. خلونا نروح لاخبار كره السله، وحقق الفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي بقياده اوجستي بوش المدير الفني الفوز على مصر للتامين بنتيجه 67-45. المباراه اقيمت النهارده ضمن لقاءات الجوله الاولى من منافسات بطولة منطقة القاهرة للموسم الجديد، والأهلي هيلتقي يوم الأربعاء اللي جاي مع طلائع الجيش في الجولة الثانية من منافسات الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية طلائع الجيش والمصرية للاتصالات ومصر للبترول ونادي القاهرة الرياضي، ومنافسات كتير خلاص بالفعل بنتكلم بداية السيزن بالنسبة للرياضات، وهنكون بنتابع إن شاء الله منافسات مهمة جدا بالنسبة لنا إن نشوف الفرق في الرياضات الجماعية قادرة تقدم سيزنز قوية، لأن دايما بنقول مستوى فني جيد على في البطولات المحلية مؤشر إلى حد ما عن مستوى منتخباتنا الأولى في هذه الرياضات. نستكمل جولتنا الإجبارية وننتقل بحديثنا من كرة السلة ونروح للكرة الطايرة. المنتخب الوطني للكرة الطايرة بقيادة محمد اللقاني أنهى استعداداته النهاردة لخوض أول مبارياته في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في رواندا. المنتخب هيخوض أول مباراة ليه بكرة، وهيكون في منافسات كبيرة جدا على حصد اللقب. المنتخب كان وصل رواندا من يومين وخاض أول تدريب ليه امبارح بعد ما جت نتائج مساحات اللاعبين والجهاز الفني والإداري الحمد لله كلها سلبية. المنتخب يعاني عدد كبير من الغيابات والمؤثرة كأسماء طبعا وكتاريخ كبير، أبرزهم عبد الله عبد السلام واللي اعتزل اللعب الدولي، وأحمد صلاح وحسام يوسف ورضا هيكل. خلونا برضو يعني نشير إلى تفاصيل أكتر عن هذا اللقاء، ولكن إحنا بنتكلم على رياضة احنا لينا فيها باع جيد جدا، ولكن المنافسة الإفريقية واللي ده بيأكده كل الناس في الرياضات المختلفة الجماعية ان شكل التنافس اختلف بكتير، وان خريطة افريقيا ما بقتش اللي احنا متعودين عليها، والرياضات اللي احنا كنا دايما بنتنافس فيها احنا منتخب تاني بقى فيه اختلاف، وفيه منتخبات كتيرة جدا اشتغلت على نفسها في السنوات اللي فاتت ودلوقتي بقت هي اللي واخدة الريادة الافريقية. ده مش مبرر ان احنا نكون بنخسر القاب، ولكن ده تحذير ان احنا لازم كاتحادات
كمدربات وكمدربين فنيين وكأجهزة فنية وكلاعبين، كل المنظومة، لأن مفيش حد بيشتغل ركن واحد لوحده وهنكون بننجح. لازم نكون دايما بنبص هو المنافسين بتوعنا واصلين لحد فين، هو احنا المنتخبات اللي طلعت فجأة وبقت بتفوز علينا في بعض الرياضات اكيد ما طلعتش كده ما بين سنة لسنة، اشتغلت على نفسها وكان باين ان في تطور بشكل تدريجي نحو ان هم يكونوا بيتقدموا وبيرتقوا ضمن مثلا افضل 3-4 منتخبات على مستوى القارة السمراء. فبالتالي من المفترض ان احنا ما نكونش بنتفاجئ ان بعد 5-6 سنين اصبح في منتخب هو المتفوق علينا في رياضة السلة او في الطائرة او في ايا كان. فبالتالي يعني جرس انذار لازم نكون بنخلي بالنا منه، ما نسيبش خالص فكرة ان احنا نكون بنخسر الريادة الافريقية، لانه من المفترض ان دايما مصر ومش لوحدها بس نفضل موجودين، ما ينفعش نجيب سنين عن القمة وما نبتديش نشتغل ولا نشوف ايه الاخطاء اللي بيتم يعني حدوثها وما نتفاداهاش، لان دي بتبقى بالنسبة لنا يعني اول بداية ان انت تكون بتنجح ان انت تشوف اخطائك فين وبالتالي تصلحها، فده اول الخط. هل احنا بنعمل ده ولا لا؟ انا طبعا ما عنديش دراية بكل الرياضات واتحاداتها ماذا بيحدث بداخل ولا خلف الابواب المغلقة، ولكن من المؤكد ان دي يعني الخيار الامثل ان انت تكون بتبص على اخطائك وبتصلحها وبتتابع كمان المنافسين بتوعك بيعملوا ايه. نتمنى التوفيق اكيد لمنتخبنا الاول لكره الطايره في المنافسات الافريقيه، وان شاء الله يكونوا قادرين على تحقيق بطوله مهمه جدا جدا هتكون بتسعد كل جماهير مصر. خلونا برضو نعرف تفاصيل أكتر عن منتخبنا الأول للكرة الطايرة. بينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن إيهاب العزب المدير التنفيذي، الكابتن هاني فكري من رواندا. مساء الخير على حضرتك مدير منتخب الكرة الطايرة. مساء الخير يا فندم حضرتك. احنا دلوقتي موجود في قاعة المؤتمر الفني أو الاجتماع الفني. مصر على رأس المجموعة الرابعة، الكاميرون على رأس المجموعة الثالثة، تونس على رأس المجموعة الثانية، ورواندا البلد المنظم على رأس المجموعة الأولى. إن شاء الله في حالة التأهل أول المجموعة الرابعة بيقابل ثاني المجموعة الأولى، وأول المجموعة الأولى بيقابل ثاني المجموعة الرابعة، وكذلك أول المجموعة الثالثة بيقابل ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية بيقابل ثاني المجموعة الثالثة. لسه ما عندناش اي معلومات عن بقيه القرعه، لان احنا دلوقتي حاليا في القرعه. تمام. طيب من متابعات حضرتك كده برضو للتفاصيل الاكثر، يا تصنيف الثاني بالنسبه لنا احنا هنكون داخلين فيه؟ ربنا يسهل ان شاء الله، لسه هنعرف بس الماتشات ايه وضعها وهنبلغ اول باول، يعني كمان نص ساعه بالكثير ونبقى عارفين كل حاجه. اوكي، فقدنا الاتصال، ولكن بكل تاكيد هنكون بنعاود المحاوله الاتصال بالكابتن هاني، واكيد هنكون بنعرف برضو تفاصيل المجموعه الخاصه بمنتخبنا الوطني للكره الطايره فيما يخص مشاركته في البطوله الافريقيه في رواندا. الكابتن هاني عزب كان معانا عبر كابتن هاني فكري كان معانا عبر الهاتف، واكيد هنحاول التواصل معاه مره ثانيه. طيب خلونا ننتقل بحديثنا من الرياضات الجماعيه ونروح لبعض الاخبار عن الرياضات الفردية.
خلونا نبدا تفاصيل اخبارنا عن الرياضات الفرديه. وصلت النهارده بعثه مصر واللي اختتمت مؤخرا مشاركتها في دوره الالعاب البارالمبيه طوكيو 2020. البعثه وصلت مطار القاهره النهارده وكان في استقبالها العديد من الشخصيات الهامه بالاضافه لاسر اللاعبين واصحاب الميداليات. طبعا كان ليهم استقبال كبير وتوجه اللاعبين بعد وصولهم مطار القاهره للمركز الاولمبي في المعادي لحضور حفل التكريم اللي تم تنظيمه ليهم. طبعا زي ما حضراتكم عارفين بعثه مصر الحمد لله حصدت 7 ميداليات خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. طبعا كنا بنأمل في الأكثر، ولكن الميداليات بواقع 5 ميداليات فضاء و2 برونز. ونروح لأخبار الكاراتيه والمنتخبات المشاركة في الدوري العالم للكاراتيه واللي اختتم في مصر امبارح. بدأت بالفعل في المغادرة النهاردة عائدة إلى بلادها وسط إشادة الحمد لله كبيرة بتنظيم مصر للبطولة والإمكانيات اللي تم توفيرها واللي ساهمت في خروج بطولة الدوري العالمي بشكل مميز جدا. ودي أول بطولة للكاراتيه بعد المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 واللي شهدت ظهور لعبة الكاراتيه لأول وآخر مرة في الدورات الأولمبية. كان الاتحاد المصري للكاراتيه نظم احتفال لتكريم الثنائي فريال أشرف وجيانا فاروق بحضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وحضور عدد كمان من نجوم اللعبة لتكريم فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهب في الكاراتيه وجيانا فاروق الحاصلة على الميدالية البرونزية. خلونا نشوف التكريم وأيضا اللقاءات مع نجومنا السيدات المتألقات في سماء الأولمبيكس في طوكيو تحديدا 2020. ونعود مرة ثانية. تكريم النهارده مختلف عن تكريمات الاتحاد قبل كده زي ما حضرتك قلت. الموجود طبعا سياده الوزير ورئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد الاسيوي، فطبعا ده فعلا النهارده مختلف. وزي ما حضرتك برضو قلت تكريم ورا تكريم فعلا بيفرق، بيحسسنا فعلا بالاهتمام اكتر واكتر، اهتمام فعلا زايد عن الفتره اللي فاتت. يعني الفتره اللي فاتت كان في اهتمام بس لقينا الاهتمام اكبر واكبر، بيحسسونا فعلا بقيمة الإنجاز اللي احنا عملناه، دافع كبير جدا لينا اللي احنا نقدر نكمل، اللي احنا عايزين فعلا نتكرم أكتر وأكتر. شرف كبير جدا لينا والاتحاد المصري للكاراتيه بشكل أخص اللي هو يستضيف بطولة العالم بعد غيابها من فترة طويلة جدا، خصوصا بعد أثبتنا جدارتنا في تنظيم بطولة البريمير ليج اللي هي بتقام إن شاء الله هتخلص بكرة، مقامة من يوم الخميس كان الريجستريشن وبقى لها 3 أيام آخرها بكرة. طبعا يعني كإدارة، يعني انا لما دخلت الصاله بتاعه البطوله طبعا انبهرت فعلا، ما حسيتش باي فرق ما بين اي بطوله بره عن بطوله هنا، بالعكس ده هنا كمان شكلها فعلا شكل يليق باسم مصر. كل ما لاعب بيعمل انجاز وبيلاقي ان كل مؤسسات الدوله بتكرمه وكل الناس حريصه على ان هي تشجعه على الانجاز اللي هو عمله ده، بيرفع من روحنا المعنويه وبيدينا بوش لقدام ان احنا نكمل وان احنا ما نوقفش لحد هنا. سعيدة جدا بالتكريم بتاع النهاردة، خاصة ان هو من بيتي زي ما بيقولوا الاتحاد المصري للكاراتيه، في وجود دكتور اشرف صبحي ورؤساء الاتحادات العربية والافريقية ورئيس الاتحاد الدولي. مبسوطة جدا باليوم وسعيدة جدا بالتكريم، يعني شيء كبير جدا جدا، وده يعني مش جديد على مصر. مصر في الفترة اللي فاتت اثبتت للعالم كله ان هي قادرة ان هي تنظم بطولات كتيرة جدا، مش شرط في الكاراتيه، كان في دلوقتي بطولة الدرجات شغالة، كان قبل كده الهاندبول، في بطولات كتير قوي اتنظمت في مصر الفترة اللي فاتت واثبتنا نجاحها. فأنا متوقعة ان شاء الله مصر هتتألق في بطولة العالم اللي جاي ان شاء الله. بمناسبة ان الكاراتيه النهاردة غزا العالم وان الكاراتيه النهاردة اصبح رقم واحد، فاحنا بنقول لازم نكرم ابطالنا الاولمبيين تكريم فوق العاده شويه. يعني فعلا تم تكريمهم من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي 5 مرات يتم التكريم لاتحاد الكاراتيه بالذات في 4 سنوات متتاليه. واحنا كان عندنا حدث اساسي اللي هو الدوري العالمي بريمير ليج، فاحنا كنا مأجلين تكريم الاولاد بتوعنا بناتنا اللي حاصلين على الاولمبياد لما يكون موجود رئيس الاتحاد الدولي مع معالي وزير الشباب والرياضه مع نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس اتحاد بحر المتوسط رئيس اتحاد اسيا، كل ده عشان نعرف ولادنا ان احنا فخورين بيهم كل الفخر، وبنعرف كل المصريين ان احنا بنعمل بعد الانجاز تكريم يعني على الاقل يليق باتحاد الكاراتيه ويليق بالنتائج اللي حققتها اولادنا. فالحمد لله كان قمه النجاح النهارده في وجود رئيس الاتحاد الدولي واعضاء مكتب تنفيذ الاتحاد الدولي.
لقطات طبعا هتبقى محفورة في ذاكرة كل المصريين، في ريال وجيانا أصحاب الميداليات الأولمبية، وإن شاء الله تكون في مزيد من التألق ليهم، حتى لو الكاراتيه أصبح مش موجود مرة تانية في الأولمبيات، ولكن هم قدروا يعملوا تاريخ خاص بيهم، خصوصا أنها كانت النسخة الأخيرة من الدورات الأولمبية اللي فيها كاراتيه، فسيبنا بصمة مميزة جدا. وعلى مستوى بقى البطولات الدولية هيبقى ليهم الفرصة إن شاء الله للمشاركة، وبإذن الله فرص كتيرة لرفع اسم مصر، وان احنا نسمع كده النشيد الوطني بيتعزف دايما في المحافل الدولية الكبرى، بإذن الله يكونوا قادرين على هذه المسؤولية الكبيرة اللي أصبحت محطوطة على عاتقهم. خلونا ننتقل بحديثنا ونروح للدراجات، ومعظم بعثات المنتخبات اللي شاركت في بطولة العالم للناشئين للدراجات المضمار القاهرة خلاص غادرت عائدة إلى بلادها، وده بعد انتهاء منافسات البطولة اللي كانت مصر بتستضيفها في الفترة من 1 لحد 5 سبتمبر الجاري تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. والنهاردة غادرت بعثات منتخبات سويسرا، بولندا، ماليزيا، المكسيك كمان، المغرب، الأرجنتين، هونغ كونغ، وهي آخر المنتخبات المتواجدة في القاهرة. وكمان بقى المفيد دايما واللي بنسعد بيه هي إشادات، أشادت بعثات الدول المشاركة بتنظيم مصر للبطولة بشكل رائع، وأكدوا أن المضمار مميز جدا وكان في أفضل حالة وأفضل صورة، ودي إشادة كبيرة طبعا بمصر وقدراتها الكبيرة على التنظيم. وكانت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدرجات المضمار قد نظمت رحلات سياحية لبعثات المنتخبات المشاركة في البطولة، راحوا الأهرامات في الجيزة على مدار 3 أيام، كمان كان في بروجرام خاص ليهم بجانب بقى المشاركة الرياضية، كان في مشاركة سياحية واستمتاع بكل الأماكن اللي موجودة في القاهرة. وتوجت روسيا بالمركز الأول في البطولة بعد احتلالها صدارة الترتيب العام بعد نهاية منافسات البطولة، حصدت 20 ميدالية بواقع 14 ذهب، ميدالية فضية و5 برونز. والمنتخب الألماني جه في المركز الثاني في الترتيب العام بمجموع 11 ميدالية بواقع 2 ذهب، 8 فضة وبرونزية. وجت إيطاليا في المركز الثالث في الترتيب العام محققة 10 ميداليات بواقع 2 ذهب و2 فضية و6 برونز. ونروح لأخبار التنس، والاتحاد الأفريقي للتنس وافق على طلب استضافة مصر لبطولتي التنس للناشئين تحت 14 سنة في الفترة من 26 سبتمبر لحد 3 أكتوبر. والاتحاد المصري للتنس اتفق مع الاتحاد الأفريقي على ضرورة استضافة البطولتين لإعطاء مزيد من الفرص للاعبين واللاعبات المصريين علشان يكونوا بيحسنوا الترتيب الأفريقي. طبعا اللاعب الأول واللاعبة الأولى في الترتيب الأفريقي واللي بيصدر يوم 4 أكتوبر هيكون بيحصل على منحة من الاتحاد الدولي للسفر لأمريكا والمشاركة في العديد من البطولات وأبرزهم بطولة أورنج بول، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للاعبين واللاعبات مواليد 2008-2009 أنهم يكونوا بيشتركوا في بطولات الاتحاد الإفريقي بهدف تحسين ترتيبهم لعام 2022. اتحاد التنس اختتم كمان بطولة السليمانية واللي شهدت مشاركة يعني عدد كبير من اللاعبين الدوليين، وكمان كان في تواجد لكاميرا ملاعب الأبطال في اليوم الختامي للبطولة. خلونا نشوف هذا التقرير ونعود مرة تانية. بطولة السليمانية الدولية للناشئين التنس بتجمع ما بين حوالي 30 دولة أوروبية وعربية، طبعا على رأسهم المنتخب المصري للتنس، بيمثلوا 130 لاعب ولاعبة من جميع أنحاء البلاد. زي ما حضرتك تفضلت في الأول، البطولات دي بتنشط السياحة الرياضية بشكل كبير جدا، وعائد كبير جدا عن طريق السياحة الرياضية داخل مصر عن طريق الألعاب الفردية وخاصة ألعاب التنس. وإحنا الحمد لله المجموعة دي بطولة الجي 2 اللي هو أعلى ليفل الناشئين بيجي مصر، بتستضيفها نادي السليمانية منذ 2005 حتى الآن، منتظمين عليها سنويا بنفس مواعيدها. المنافسات البطولة قوية جدا للغاية، كان عندنا قبل التصنيف الجي 3 قدروا 2 لعيبة مصريين يصعدوا للنهائي وقدروا حصلوا، لكن الجي 2 بتكون أقوى شوية. المصريين كان متواجدين لحد دور الثمانية، وقدر منهم حد تواعد لغاية الدور قبل النهائي، بس يعني الحظ ما سعفناش ان احنا نوصل للنهائي، لكن
لكن الحمد لله ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في البطوله الكبار يكون عندنا لاعباتنا المنتخبات المصريين يكونوا متواجدين. نحاول نجتهد وخصوصا في السنتين الاخرانيين اللي كان فيهم الجائحه بتاعه كورونا ان النشاط يبقى مكمل. من البلاد القليله قوي في العالم اللي احنا مكملين فيها النشاط بكم بطولات. احنا عندنا 15 بطوله اي تي اف جونيور زي اللي حضرتك شايفها هنا دي في مصر، واحنا بنبقى ثالث دوله في العالم عندها عدد البطولات دي. عندنا حوالي 40 او 50 اسبوع كل سنه برضو رجال وسيدات هيبتدوا ابتداء من بكره او من بعد بكره كمان هيبتدوا هنا. بنعمل حوالي 40 او 50 اسبوع نشاط محلي بنحاول نشغله طول السنه بحيث ان شاء الله في ات اني تايم بيبقى التنس موجود ومتواجد. ده طبعا بيرفع بمستوى اللعيبه بتوعنا، بيحصلوا على نقط، بيقدروا يوصلوا لمراكز احنا بنتمناها. وكان اخر حاجه طبعا تواجدنا السنه دي في الاولمبياد للاعبنا محمد صفوت ولاعبتنا ميار شريف. ومن التنس الأرضي نروح لتنس الطاولة، والمنتخب الوطني لتنس الطاولة بيقدم نتائج جيدة جدا خلال مشاركته في منافسات البطولة الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون. في منافسات فردي السيدات تأهلت هنا جودة بعد ما فازت على فرح عبد العزيز في الدور ربع النهائي بنتيجة 4-2، علشان تقابل بطلتنا أيضا المصرية دينا مشرف في مباراة هتكون قوية جدا هيتأهل الفائز فيها للدور النهائي. يسرى حلمي لاعبة المنتخب هي كمان اتأهلت للدور قبل النهائي بعد ما فازت على التونسية فدوى جارسيا في الدور ربع النهائي. وفي منافسات الزوجية السيدات تأهل الزوجي المكون من يسرى أشرف حلمي وفرح عبد العزيز للدور النهائي بعد الفوز على ثنائي نيجيريا في الدور قبل النهائي بنتيجة 4-2. أما عن منافسات الرجال فخسر محمد البيلي أمام النيجيري المخضرم أرونا كواردي بنتيجة 2-4. أكيد هارد لك للاعبين اللي لم يوفقوا، ولكن بشكل عام ماشيين بنتائج جيدة جدا على المستوى الافريقي في التنس الطاوله، وان شاء الله نشوف مباراه قويه ومرتقبه اكيد ما بين هنا جوده ودينا مشرف في منافسات هذه البطوله الافريقيه اللي بتقام في الكاميرون. باذن الله تكون مشاهده طيبه لكل الناس، يعني محبي تنس الطاوله هيكونوا في انتظار لقاء مرتقب. بنتكلم في يعني هنا واحده صغيره في السن ولكن طموحه جدا، وبالفعل عندها خبرات عظيمه قدرت تحصل عليها في فتره قصيرة من الاحتراف أمام دينا مشرف صاحبة الخبرات والمشاركة في بطولات كتيرة على مستوى الزوجي وزوجي مختلط، وكمان على مستوى الفردي وتاريخ كبير جدا على مستوى العائلة اللي هي مختصة في تنس الطاولة. فبالتالي هنشوف بإذن الله مباراة مهمة جدا نستمتع بيها، والسيدات يعني سايبين بصمتهم في الخريطة الرياضية المصرية في السنوات الأخيرة واضحة جدا جدا وصريحة. فدايما كده يكون عندنا بنات رول مودلز للأجيال الأصغر يكونوا قادرين يقدموا نموذج مميز ومحترف ومحترم لفكرة الرياضية المصرية صاحبة الإنجازات صاحبة كارير تعليمي جيد، وفي نفس الوقت قادرة تكون بتعمل أسرة، وفي نفس الوقت قادرة تكون بتكمل الكارير اللي هي بتحبه على المستوى الرياضي. كده نكون خلصنا أخبار حلقتنا النهاردة وهنكون بنخرج لفصل، ولكن من بعد الفصل أكيد هنكون بنستكمل حلقتنا النهاردة. الكابتن محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات وحبيبة عليوة لاعبة منتخبنا الوطني هيكونوا في ضيافتنا بعد ختام بطولة ناجحة جدا للناشئين والناشئات في الدرجات أقيمت في مصر، وكانت حديث كبير جدا اتكلم عليها الكثير من الناس سواء مصريين أو غير مصريين عن البطولة بالتحديد. كمان المضمار الخاص للدرجات واللي بقى هو الأول من نوعه في الوطن العربي هيكون بيفرق معانا ازاي مع الرياضة المصرية. على المستوى الإداري للبطولة أكيد هيكون في حديث، ولكن على المستوى الفني هنكون مستنيين ايه من الأجيال القادمة في درجات المضمار؟ ده اللي هنكون بنعرفه بعد الفاصل، خليكم معانا.
فمشهد أصبح المصريين عندهم اعتياد عليه بشكل كبير جدا، وهو استضافتنا لأحداث دولية كبيرة. ولكن بيبقى حدث استضافة مصر بطولة العالم لدرجات المضمار هو من أبرزهم. كنا بأصبح عندنا واحد من أوائل يعني ملاعب أو مضمار بهذا الشكل العالمي في الوطن العربي، حاجة خطوة فيها استباقية عظيمة جدا جدا بالنسبة لإمكانيات مصر في المنافسات القادمة. فعلى مدار الأيام اللي فاتت بنتكلم بشكل مطول جدا ومكثف عن درجات المضمار وهذه المنافسات اللي تابعناها على مدار اليوم على شاشات قنوات On Time Sports. والنهاردة الصراحة هنتكلم بشكل كبير برضو على المستوى الفني وهذه الرياضة فنيا احنا فين فيها وهنوصل لفين، والأداء اللي احنا بنقدمه ده نستنى منه ايه بقى على مستوى الكبار. حديث مطول النهاردة مع الكابتن محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخباتنا الوطنية للدرجات المضمار. سعيدة جدا بوجودك ومنور الدنيا. أهلا بحضرتك. وكمان واحدة من بطلاتنا في منتخب مصر للدرجات المضمار حبيبة عليه، وأهلا بيك ومنور الدنيا. شكرا. كنا بنشارك في هذه البطولة بسبع لاعبين أو ناشئين وثلاث ناشئات، فكانت مشاركة بعدد محترم، بنتكلم في 10 لاعبين ولاعبات موجودين في هذه البطولة. كابتن محمد في البداية كده حابة أعرف تقييم حضرتك للمشهد كله قبل ما نبتدي ناخد بقى التفاصيل الصغيرة واحدة واحدة. هو المشهد كله طبعا حاجة تشرف، حاجة تليق باسم مصر ان يتعمل عندنا بطولة عالم للمضمار، ويكون عندنا مضمار زي ما حضرتك قلتي على المستوى العالمي دوت، اننا احسن مضمار في الشرق الاوسط وافريقيا، مضمار بياخد الاعتماد بتاعه ويتعمل عليه بطولة عالم على طول. حاجات كتيرة، التنظيم كان مبهر، الافتتاح ما اتعملش قبل كده خالص في اي بطولة عالم، لا مضمار ولا طريق ولا اي بطولة من انواع بطولات العالم، اول مرة يبقى فيه افتتاح بهذا الشكل والمنظر الجميل. التنظيم طبعا تنظيم رائع جدا. برضو عايز يعني اوجه لكم الشكر، النقل كان على مستوى عالي من الاحترافية من اون تي في بإشادة كل المدربين العالميين اللي موجودين معنا في اثناء اللعب واثناء المباريات، يعني يضاهي العالمي بل واحسن، يعني ما شاء الله الحمد لله. احنا بنشكر التيم كله، يعني الصراحه كان في تيم ما بينامش علشان يطلع الشكل العالمي اللي حضرتك بتتكلم بيه. بصراحه كان حاجه جميله جدا، قربت المشهد للجمهور المصري كله، خلت العالم كله يتابع في رياضه جديده من نوعها وفي نقلها، لكن ما شاء الله كان حاجه جميله جدا وحاجه تشرف. على المستوى الفني بقى لسه هنتكلم هندردش. خليني اسال حبيبي الاول، يعني انا من كان في مجموعه كده في وقت اول ما الكورونا بدات حوار العجل ده ينتشر، وناس كتير بقت الفن بالنسبه لهم ان هم ينزلوا يركبوا عجل. انا من الناس اللي ما كنتش بعرف اسوق عجل اصلا، بس جابوا لي مدربه بقى وتعلمت بقى، يعني بقت فخوره جدا بنفسي. فهي بالنسبه لي حاجه انا عملتها على كبر. العجل بالنسبه للاطفال حاجه معتاده، ليه تقرري ان انت تكوني بتلعبي الرياضه دي بشكل احترافي؟ يعني اكيد في حاجه حصلت علشان تختاري من وسط الرياضات دي كلها ان انت تلعبي درجات مضمار. هو عامه العجل بيبقى زيه زي الكوره، يعني ليه الناس بتختار الكوره؟ عشان هي بتحبها، فهي بتبقى يعني عشق او حب ان انت تبقي. كنت بتحبيها زياده عن كل الاطفال؟ لا، انا كنت عادي زي اي حد بركب عجله بلعب بيها شويه وننزل، بس الفكره جديده، يعني قليل قوي ما حد يعرف ان في لعبه عجل. بالظبط، الموضوع بدا ينتشر بسبب البطوله اللي فاتت دي، بس برضو قليل لما حد اللي هو هركب عجله هتعب نفسي بعجله ليه؟ اه والله العظيم الموضوع متعب. فدي فكره، بس الموضوع بالتمرين او مع الوقت، التفاصيل بتاعه العجل، الحاجات البسيطه قوي اللي بتفرق، المجهود، ان بنروح معسكرات. بس هي جت ازاي بقى؟ يعني ايه القرار ان انت، يعني انت جسمك رياضي، ممكن تلعبي جمباز، ممكن تلعبي سباحه، ممكن تلعبي اكتر من رياضه، يعني انت تقدري تلعبي اكتر من حاجه، انت بداتي بايه اصلا؟ انا بدات اول رياضه بالسباحه عادي زي اي حد. وبعد كده؟ بعدين العاب قوه، بعدين كونغ فو، بعدين قعدت فتره في كونغ فو كتيره، بعدين العاب قوه تاني، بعدين بقى الدراجات. مين اللي دلك على الطريق؟ ماما. هي شافتهم على الطريق مره بيتمرنوا. اوكي. كانوا اربع اولاد غالبا ماشيين، عجبها شكلهم والعجل طالعين على طريق مصر اسكندريه. فاهمه. لوحدهم بيتمرنوا على طريق، ايه ده ازاي؟ 200 كيلو بالنسبه لهم ولا حاجه.
تمام. فالموضوع عجبها خالص، فضلت بقى مضحيه بيها خالص. طلعتها على الصحراوي على طول. الصحراوي يوميا ده التمرين بتاعي. يعني ما حد يقول اسكندريه 200 كيلو، عادي 200 كيلو ايه يعني؟ اعمل عجل ولا حاجه اصلا. طيب تمام، فدي قصه هنرجع ممكن نكمل بقى ازاي قلبتيها بشكل احترافي. كابتن محمد، اكيد ان انت تكون مدرب في رياضه مش شعبيه ومش واخده حقها بتقابلك يعني شويه صعوبات، فكلمني كده على مدار السنين اللي فاتت ازاي تطورت المشاكل معاكوا، ان هي بتبدا تقل وبتهدى وبيتم استوعابها من قبل الاتحاد ومن قبل وزاره الشباب والرياضه، الموضوع ماشي ازاي؟ هو طبعا لازم يبقى الجمهور او الشعب يبقى عنده ثقافه ان دي رياضه. كنا في الاول بتقابلنا مشاكل كتير، ان بيبقى الموضوع خطر على الطرق، مضايقات برضو من بعض السواقين بالعربيات على الطريق او الاطفال الصغيرين. لغايه لما ابتدينا واحده واحده الامور يبقى في رياضه. بصراحه حصلت نقله كبيره قوي بعد ما مشينا الرايد مع سياده الرئيس سنه 2014. تمام. كان اول رايد لينا مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان في الكليه الحربيه. ده عمل انتشار كبير قوي للعبه، الناس عرفتها كتير قوي، اتطورت كتير، ابتدت تتشاف. ابتدينا بعد كده بقى في عندنا ابطال بيوصلوا لمنصات تتويج، ابطال افريقيا وابطال عرب، وفي ناس بتتاهل للاولمبيات. ابتدى الاعلام يعمل فوكس على الرياضه بتاعتنا. ابتدى الناس، مبادره وزاره الشباب والرياضه درجتك صحتك انتشرت كتير. ابتدى الاتحاد المصري للدراجات يعمل مسابقات في المناطق وفي المدن علشان يبتدوا يعرفوا الناس بالرياضه اكتر. ابتدى دلوقتي معظم الناس بقوا عارفين ان اللعيب الرياضي اللي ماشي على الطريق دوت ولابس اللبس بتاع ده رياضي بتاع دراجات، ابتدوا يسيبوا لنا مكان على الطريق. النهضه اللي حصلت في الطرق في مصر دلوقتي بقى فيها مكان للدراجات، ساعدت طبعا. منظومه الطرق العالميه اللي احنا فيها بقت الطرق اوسع، بقى كانت بتقابلنا مشاكل من عربيات النقل التقيل ان هم بيمشوا معانا، دلوقتي بقى ليهم طريق خاص. فهو الموضوع المنظومه بقت كامله، من 2014 بقى التطور ملحوظ، بقى التطور ملحوظ جدا وكبير، وكمل طبعا بالاعلام وبالبطولات الدوليه اللي بتنظم حاليا. ده نشر اللعبه كتير وعرف الناس ان في رياضه اسمها رياضه الدراجات، وان دول لعيبه ولازم نحافظ عليهم ونسيب مكان ليهم يمشوا فيه. تمام. الدراجات مامتك رجعت من بره شافت المنظر لفت نظرها، بداتوا المشوار ازاي؟ اكيد يعني هي مش حاجه موجوده في كل حته، فاكيد اتجهتي للمكان دورت. يعني مامتك الصراحه عملت مجهود ان هي تعمل ريسيرش ازاي تخليكي تخشي في الحته دي بشكل احترافي. هو احنا ساكنين في اكتوبر، ففي نادي 6 اكتوبر اقرب مكان موجود فيه دراجات يعني، وفي الجيزه عامه. فهو ده المكان، هو معروف ان في النادي عندنا كان في رياضه دراجات معروفه، بس مش قوي يعني، قليل قوي العدد اللي موجود. فهي اول لما شافت الولاد دول بره على الطريق حبت انها لا، هي دراجات تمرين الساعه 6 الصبح وصحيان. فعجبها الموضوع ان هو كلها حاجات فيها ايوه بتدوس عليكي جامد زي كانه هو روتين الساعه 6 الصبح التمرين، اي زي السباحه. بس السباحه كمان برضو بيتعذبوا كده في مواعيد. بس صحيح. السباحه كله معروف الرياضه، كل الناس عارفه ان السباحه رياضه، لكن الدراجات دي ايه؟ العجله اللي بتبقى بحاجات من الجنب دي وبس، مش شراشيب وباسكت فعلا. طيب إيه اول بطوله يعني، او الدنيا مشيت ازاي علشان تكوني بتروحي انت بتعرفي تسوقي عجل؟ بس مش اي حد بيعرف يسوق عجل يعرف يكون بيتنافس على مستوى بطولات في عالم الدراجات. ايه اللي حصل بقى علشان تتحولي من مجرد واحده بتحب سواقه الدراجات او عندك هوايه انت تركبي عجل ان انت تتحولي فعلا للعيبه محترفه؟ هو مع الوقت يعني، التمرين اتمرن الاول وبعدين نبتدي ندخل السباقات اللي هي اللي عندنا دوري وجمهوريه في مصر للمكسب اللي بيبتدي يعني. كان في فتره كده العدد دلوقتي قل في اللعيبه يعني، كان بقاله فتره قليل، احنا معروفين اللعيبه الاقويه في المنتخب على طول، فكان العدد قليل، كان دايما من الاول للسادس هم دول اللي بيبقوا بيدخلوا المنتخب. كل سنه كان الموضوع بيتجدد، فاحنا اللي هو رحنا لعبت اول سباق ليا ودخلت من اول 6 بنات ودخلت مركز تاني. ومن ساعتها بقى بدات ان خلاص دي
عجبني الموضوع ان كنت منبهره ان هنمشي كلنا نقف جنب بعض ونروح ونرجع واللي يدخل الاول هو ده اللي يكسب، هنسبق بعض. الموضوع كان بالنسبه لي هو ده اللي شددني كده، كنت بتمرن ان انا اجرب الاحساس ده. الفكره نفسها. طيب كانت حبيبه بتتكلم عن المنافسه بطولات في المحليه، فبرضه حابه اعرف انتوا بيبقى عندكم قد ايه بطولات ودور حضرتك في البطولات دي؟ هل حضرتك بتبقى قاعد بتتفرج بتتابع مين ينضم؟ العدد كافي ان انت تكون بتنقي منه، ولا الموضوع بيكون ماشي ازاي ما بين البطولات المحليه والوصول الى مكانه في المنتخب؟ الاتحاد المصري للدراجات عامل نوعين من البطولات، سباقات الدوري العام، ودي عباره عن مجموعه من الجولات، المجموع بتاعها زي دوري كره القدم، في الاخر اللي بيحقق اكبر عدد من النقاط هو اللي بيفوز ببطوله الدوري. وفي بطوله الجمهوريه دي بتقام على في يوم واحد، برضو ثلاث انواع من السباقات بيقاموا فيها. عندنا المراحل السنيه بتبتدي زي ما قلت لحضرتك، ابتدينا كان عندنا 16 سنه و18، وبعدين تحت 23 سنه والكبار. ابتدى الاتحاد يطور في المنظومه، ابتدينا نعمل 14 سنه، وصلنا بقى السنه اللي بعدها عملنا تحت 10 سنين. من سنتين ابتدينا نشتغل من تحت 8 سنين عشان نشتغل باسلوب علمي ونعمل اعداد بطل طويل المدى، نبتدي من 8 سنين. وان شاء الله المرحله الجايه بنفكر في الست سنين ان شاء الله الاتحاد ناوي يطورها. كان اخر سبق ليهم بطوله الجمهوريه، أقيمت في السويس على طريق الكورنيش، للولاد مرحلة من 8 سنين ل 10 سنين، ولاد وبنات. أوكي. طبعا كل مرحلة يتم تأمين الطريق طبعا بدل الأطفال. طبعا، وفي قواعد لازم الطريق يكون مقفول تماما بالزبط. لازم وجود عربية الإسعاف طبعا، وجود الأمن والمنظمين والتحكيم، منظومة كاملة تبقى موجودة. دي حاجة حلوة جدا. بنبتدي احنا اختيار المنتخب من سن 16 سنة. أوكي. في الولاد وفي البنات. بناخد اللاعبين اللي حاصلين على نتائج كويسه من خلال متابعتنا للسباقات وتحليل الاداء نفسه، لان ممكن لعيب ما يحققش بس هو احنا شايفينه كويس مش قادر ياخد الفرصه بنساعده فيها. ده منتخب الناشئين 16 سنه، في منتخب الشباب تحت 18 سنه برضو ولاد وبنات، وفي منتخب العمومي اللي هو يعتبر من فوق 18 سنه في الولاد والبنات. كان الاول بتواجهنا صعوبه في عدد البنات، قليل قوي في عدد الممارسين للعبه، فكان الموضوع صعب علينا شويه. لما ابتدينا نركز في البنات وفي سباقات البنات، الحمد لله قدرنا نطلع ابطال كويسين. كان عندنا بطله زمان اسمها يسرى، وكملت بعدها دلوقتي اللعيبه ابتسام زايد، وهي تعتبر اول لعيبه، اول امراه عربيه مصريه افريقيه تتاهل للاولمبياد في سباقات المضمار. ايوه، اتاهلت لاولمبياد ريو دي جانيرو بدون وجود مضمار في مصر، وهي تاهلت في المضمار. وتاهلنا الحمد لله في لطوكيو، من خلال بطوله افريقيا تاهلت من تصدرها للرانكينج الافريقي. تاهلنا لاولمبياد طوكيو. فابتدوا الابطال البنات يتشجعوا لما شافوا بطله وطلعت بعدها حبيبه ومجموعه، وكان في دنيا رشوان، وكان في سلمى حمدي مجموعه، ومريم ياسر. ابتدوا البنات ينجذبوا للعبه زي ما حبيبه حكت لحضرتك كده. فلما تلاقي بنت بتلعب فبيبتدي واحنا بقينا دلوقتي بنتشد لفكره البنت اللي بتسوق عجل وبنت اللي بتسوق موتوسيكل، بقى عندنا كده حته لو احنا كمان عايزين ناخد التحديات دي. طيب انا هستاذنكم نطلع لفاصل، بعد كده ممكن نتكلم برضو بشكل مفصل اكتر لعبه الدراجات وانفصالها كمان بدرجات المضمار، ومدى الاختلاف ومدى صعوبه انت تكون بتلعب دي ولا دي، يعني تفاصيل اكتر تكنيكال ممكن حضرتك تشرحها لنا بعد الفاصل. مشاهدينا، اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا في بدايه حلقتنا وتغطيتنا النهارده او حلقتنا النهارده. كنا بنتكلم عن مشوار منتخبنا الوطني الاول للكره الطايره في البطوله الافريقيه ووجودهم في رواندا، والكابتن هاني فكري مدير منتخب مصر الاول للكره الطايره كان بيكلمنا من القاعه اللي بيجبرم فيها القرعه الخاصه بالمجموعات المشاركه في هذه البطوله الافريقيه، واللي اكيد بنتمنى فيها التوفيق لمنتخبنا. وبالفعل خلاص ظهرت المجموعات اللي بتشارك فيها المنتخبات الافريقيه، وطبعا من ضمنهم منتخبنا الأول للكرة الطائرة. المجموعة الأولى بتضم منتخبات رواندا، بوركينا فاسو، بوروندي، وأوغندا. المجموعة الثانية بتضم منتخبات تونس، نيجيريا، إثيوبيا، جنوب السودان. والمجموعة الثالثة بتضم الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، مالي، النيجر. والمجموعة الرابعة والأخيرة بتضم منتخبنا الأول الوطني، المنتخب المغربي، تنزانيا، ومنتخب كينيا.
طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الاول للكره الطائره في مشاركته في البطوله الافريقيه، وان شاء الله نقدر نحقق فيها نتيجه مرضيه، وهي طبعا تحقيق البطوله. بنعود مره ثانيه لاحداث فقرتنا الحواريه النهارده في ملاعب الابطال، وبنتكلم النهارده عن الدرجات وتحديدا درجات المضمار ومتابعتنا لبطوله العالم اللي كانت مصر بتستضيفها. ومنورنا الكابتن محمد ابراهيم المدير الفني لمنتخبنا للدرجات وحبيب عليوة واحده من نجمات المنتخب الوطني للدراجات. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. اهلا بيك فندم. حبيبه، يعني بنتكلم عن رياضه مختلفه، حابه اعرف كده عن شكل مشوارك في البطوله، واحنا لاول مره عندنا مضمار، فبالتالي انت كنت قبل كده بتتمرني ازاي؟ مشاركتك يعني انت داخله عندك اصابه، فالوقوع طبعا في الحاجات اللي شبه دي اعتقد بتبقى الوقعه يعني مؤلمه جدا، لان بيبقى فيه اصابات صعبه شويه يعني. فكلمينا كده، احنا كمان واحنا بنتابع البطوله فكنا بنشوف اللاعبين اللي بيقعوا مدى يعني قوه الاصابه يعني. احنا المضمار مرنا عليه، انا مش اول بطوله ليا العبها مضمار، بس اول بطوله عالم. اوكي. بس انا لعبت بطولتين افريقيتين على المضمار. وكنت بتروحي تلعبي على طول مش متمرنه بقى على المضمار؟ ممكن اخرنا اسبوع او اسبوع بالكتير. يعني اسبوع وبعدين نلعب الاربع ايام او الخمس ايام بتوع البطوله بس. اوكي. لكن المره دي اول مره نطول شويه في المعسكر، قعدنا 3 شهور بس، وهو مش يعني هو وقت كويس ومش كويس في نفس الوقت. احنا كويس بالنسبه للي قبل كده بس مش كويس بالنسبه لبقيه المنتخبات، ان احنا نقعد 3 شهور بس يعني وقت قليل، ما حناش ناخد الخبره الكافيه ان احنا نبقى مستعدين لبطوله عالم مع زي مع ناس يوميا على التراك. وكانت بتقابلنا مشكله يعني اغلبنا ان احنا بنبقى في المدرسه او في عندنا الاكراك، طيب عمال يجيب فقاعات، عمال يجيب فقاعات. اما صدق جبت سيره اي وقاعات عامله بشعه بجد، ما هي باينه. لازم يقوم يكمل، هو 5 لفات بس، لو ما كملش في الخمس امشي فيهم خلاص هو اتشطب نتيجته. تمام. فالموضوع بشع قوي. اوكي. فالاصابات بتبقى صعبه وبس يعني اعتقد اللي بقى اللي بتتعود عليه يكمل، لان البطوله مش سهله، لازم يقوم يكمل، لازم يقوم يكمل. طيب كابتن محمد، لو نروح للي كنت بتكلم فيه قبل الفاصل، وهو تشرح لنا لاعب بيجي المنتخب او بيوصل المنتخب عايز يلعب درجات، ففي درجات الطريق اللي احنا بنشوفها على طول، بعد كده ازاي بيوصل ان هو يكون بيتنافس على المضمار؟ هل ده باختيار اللاعب ولا بترشيح من حضرتك مثلا ان انت عندك امكانيه؟ اي لاعب يقدر يعمل الحاجتين ولا في لاعب ممكن التخصص هيكون افضل له؟ يعني فهمنا اكتر في النقطه دي. هو الاول اي لاعب في رياضه الدراجات، احنا عندنا في مصر حوالي 5 انواع من رياضه الدراجات. في عندنا رياضات سباقات الطريق اللي هي العاديه اللي احنا بنشوفها، في سباقات المضمار اللي حضرتك شفتيها في بطوله العالم، في عندنا سباقات الدراجه الجبليه الماونتن بايك، في سباقات البي ام اكس، في سباقات السايكلينج فور هول، يعني كل المجتمع بيشارك فيها، وفي وجاري تطوير بعض الرياضات تاني بعدها زي السايكل كروس وسباقات المصاعب او كده. الاول لازم اللاعب اختاره من الطريق. اوكي. عشان الطريق هيتعلم عليه العجله، مش ممكن اعلمه العجله على المضمار، هيقابل صعوبتين، المهاره ان هو مش قادر يركب العجله، والمهاره ان هو يمشي في المضمار او اللفه دي. فبناخد اللعيب من الطريق نوديه للمضمار. عجله مختلفه اعتقد. عجله الطريق غير المضمار، غير الماونت، غير البي ام اكس، كل عجله ليها الشروط واللي تقدر والمقاييس بتاعه الايفنت نفسه. بناخده بعد كده للمضمار. المضمار بينقسم الى فئتين، فئه السبرنت وفئه التحمل. اوكي. السبرنت ده بيبقى لعيب عضلي، يمكن شفتيهم في اللعيبه الروس مسافة قصيرة وأداء طبعا قوي يعني. لعيب التحمل مسافة طويلة وبرضه الأداء قوي ليه بالنسبة له للمسافة الكبيرة بتاعته. أو بنيان الجسدي بيبقى أشبه بألعاب القوة، دايما بنلاقي اللي بيلعبوا جري مسافات قصيرة بيبقى تكوينهم الجسدي عضلي أكتر من المسافات الطويلة. نفس الفكرة عندنا في الدرجات، لكن لعيب الطريق كويس في سباقات التحمل جوه المضمار، لان من اساس اعداده للمضمار ان هو طويل. المسافات الطويله، وانه يلعب سباقات للطريق عشان يخش للمضمار يبقى كويس. ولازم هو بيتمرن التمرينين، مش على طول مضمار. اللي بيتمرن في خلال البرنامج التدريبي بتاعه بيبقى مضمار وطريق. لاعيب السبرنت بيبقى معظم تدريباته مضمار، تدريب الطريق قليل، تدريب الجيم
شيء اساسي بالنسبه له. اوكي. بنختار اللاعب ونخش ونشوف في المضمار. في لعيب يبقى كويس قوي بس ما مش حابب انه يلعب مضمار او بيزهق من المضمار او مش ما عندوش الاحساس ان هو يبقى لعيب مضمار كويس او ده، فبالتالي من السبعين فكره الصاله بالنسبه له مش حاجه مش مش, مش حاببها. اللعيب الاسبرنت احنا بنختاره برضو بعد ما فتره من التدريب بنبتدي نصنفه في الاسبرنت في انه ايفنت يكون هو كويس فيه ويبتدي نعلمه فيه ونطور الاداء بتاعه لغايه لما يبقى لعيب يقدر ينافس على المستوى الدولي والعالمي. ونفس الكلام في لعيب التحمل. ماشي. طيب اخيرا هسالكم انتوا الاثنين نفس السؤال، اهميه وجود المضمار في مصر بالنسبه لك كلاعبه وبالنسبه لحضرتك كمدرب؟ مين الاول؟ انت الاول. اوكي. هو بالنسبه لنا احنا كلاعبين هي حاجه كويسه ان احنا نتمرن ويبقى عندنا احنا بيبقى ناقص عندنا بس ان احنا نتمرن عليه، هو حاجه بتبقى بالتعود. برضو بيبقى فيه احساس خوف شويه من اللفه بتاعه التراك، ان هي مش زي ما احنا بنشوفها، والعجله مختلفه من غير فرامل، الترس تقيل، فبتبقى محتاجه ان احنا نتمرن عليها. فوجوده بالنسبه لك حاجه هتكون كبراكتس هتفرق معاك على المدى الطويل. بالنسبه لحضرتك سريعا تقول المضمار طبعا ده شيء اساسي لينا. احنا زي ما قلت لحضرتك قبل ما يتبني المضمار كنا محققين 245 ميداليه محققينهم. توعدنا بكام علشان اختم؟ ان شاء الله ازيد من كده وان شاء الله احنا وصلنا للترتيب العالمي الخامس والسابع والثامن وسط 47 دوله وسط اعلى فئه من العالم، وزي ما شفتوا الاداء بتاعنا اداء رجولي وانجاز تاريخي ما حصلش قبل كده لا افريقي ولا عربي ولا مصر ان احنا نحصل على المركز الخامس عالميا. ماشي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن محمد. شكرا. نورتنا وموفق ان شاء الله في خطواتك القادمه. كابتن محمد ابراهيم مدير الفني لمنتخبنا الوطني للدراجات حبيب علي ولاعيبه منتخبنا، بشكرك شكرا جزيلا نورتينا، وشكر موصول ايضا لحضراتكم مشاهدينا، نلتقي على خير.